مساء الخير أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملكة والأير. اعتداء الآن وعاجل جدا على كنيسة أرثوذكسية بالحجارة ومطالبات السلطة باعتقال المورتين. شهدت وقعة مؤسفة ومحزنة تعكس عفوا تشدد البعض واستغلالهم لأي فرصة لاعتداء على دور عبادة الآخر، حيث قام عدد من الرجال برشق كنيسة الآباء والأجداد للروم الأرثوذكس في بيت ساحور، واندلعت مشاجرة بين الشباب في محيط كنيسة الآباء والأجداد للروم الأرثوذكس في بيت ساحوم شرق بيت لحم. وبعدما تعرضت الكنيسة للرشق بالحجارة واستنكرت المؤسسات الدينية هذا الفعل، وطالب مجلس رؤساء الكنيسة الكنائس الكاثوليكية بالأراضي المقدسة بالتحقيق العاجل في الواقعة، كما طالب السلطة الفلسطينية باعتقال المتورطين واقدامهم للمحاكمة. مطران القدس يستنكر الأداء على كنيسة بيت ساحور بالحجارة من قبل شباب فلسطينيون، عمل مسيء يشوه صورة شعبنا ويضر بالسلم الاجتماعي. شهدت واقعة مؤسفة محزنة تعكس تشدد البعض واستغلالهم لأي فرصة واعتداء على دور عبادة الآخر، حيث قام عدد من الرجال برشق كنيسة الآباء والأجداد للروم الأرثوذكس في بيت ساحور بالحجارة. وقال المطران وعطى الله حنا رئيس الأساقفة واستقبل السمستية للروم الأرثوذكس بالقدس بأن ما حدث ليلة أمس في محيط كنيسة الآباء والأجداد للروم الأرثوذكس في بيت ساحور إنما هو عمل مسيء يشوه صورة شعبنا ويضر بالسلم الأهلي والعلاقة الطيبة التي تربطنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد، مضيفا في بيان إننا نعرب عن تشجيعنا أو شجعنا واستقرارنا ورفضنا للتعديات التي حدثت مساء يوم أمس أمام كنيسة الآباء والأجداد، مؤكدين بأن لدور العبادة حرمتها ويجب تحييدها دور العبادة عن أي خلافات أو مناوشات أيا كان شكلها وأيا كان طبعها. إن كنيسة الآباء والأجداد في بيت ساحور ليست مكانا لتصفية الحسابات وليست مكانا لكي يعبر فيه البعض عن شهوتهم الطائفية وغريزتهم لإثارة الفتن والنيل ومن وحدة شعبنا لخدمة الإجراءات مشبوهة. نسمن الدور الذي قامت به الجهات الرسمية والغير رسمية من أجل تهدئة الأوضاع، ولكن هذا لا يلغي حقيقة مرة أن هناك ثقافة مسمومة يسعى البعض لإدخالها إلى مجتمعنا بهدف إثارة الضغينة والفتن التي نحن بغنى عنها. إنما يحدث هذا الأمر في بيت ساحور إنما هو أمر صادم، فبيت ساحور هو معقل الوطنية والفكر والثقافة وهي المدينة التي تصدرت للاحتلال بالعصيان المدني، وهناك شخصيات وطنية مرموقة في بيت ساحور التي ضحت وخدمت القضية الفلسطينية بكل تقان وإخلاص، ومنهم من رحل عنا ومنهم هو باقي معنا. إنما حدث ليلة أمس في بيت ساحور كان أمر صادما بالنسبة إلينا، فليست هذه بيت ساحور التي نعرفها، فقد كان مشهدا مروعا وانهالت علينا الاتصالات من الداخل والخارج مستبصرة ومستنكرة ومنددة بهذه الأحداث المؤسفة التي حدثت بالقرب من كنيسة الآباء والأجداد والتي تعتبر صرحا روحيا ووطنيا في مدينة بيت ساحور. نتمنى الشفاء العاجل لكل من أصيب ولكل من أضاف إلى الجراحة الجسدية. هناك أيضا جراحة نفسية أدمت قلوب الكثير من بيت ساحور وخارجها، وهذه الجراحة التي تندمج تحتاج إلى جهد ونحتاج إلى مزيد من الحكمة والوعي والرصانة الوطنية الحق في مواجهة تيارات وأشخاص يسعون لجرنا للمربع الذي يتمنى الاحتلال أن يكون فيه. إن التعدي على كنيسة الآباء والأجداد إنما هو عمل إجرامي بامتياز، فمن عنده مشكلة فليذهب لكي يحلها في مكان آخر. فالكنيسة كما هو حال كافة دور العبادة هي ليست مكانا لتصفية الحسابات وللتعبير عن الروح الانتقامية والكراهية التي أعمت بصر وبصيرة البعض، فمن فقدوا أنسياتهم وحسهم الوطني. لقد خرجت بيت ساحور يوم أمس عن بكرة أبياء بمسيحيتها ومسلمية لكي تذهب عن كنيسة الآباء والأجداد وتمنع تدهور الأمور وتضع حلا للأحداث المؤسفة التي حدثت. لقد اعتبر أهالي بيت ساحور بكافة مكوناتهم الدينية بأن التعدي على الكنيسة هو تعدي على بيت ساحور كلها وليس تعدي على طائفة أو جماعة محددة، وهذا بحد ذاته شيء صحي يستحق علينا أهلنا في بيت ساحور الثناء والتحية والشكر. إن ما حدث البارحة في كنيسة الآباء والأجداد ومحيطها نتمنى لئلا يتكرر، ولكي لا يتكرر يجب أن تكون هناك مبادرات يقوم بها رجال الدين والشخصيات الوطنية والاعتبارية لوضع حد هذه المظاهر والتعديات عن دور العبادة. قد تحدث في أي مكان والمندسين والمسؤولون موجودين في كل مكان، ويجب أن نضع حدا لهم بوحدتنا روعينا وحكمتنا ورصادتنا. القيادة الفلسطينية والمسؤولين المدنيين والشرطيين يجب أن يقوموا بدورهم في التصدي لمثل هذه المظاهر السلبية التي لا يمكن أن نقبلها أي إنسان عاقل. نوجه التحية للأباء الكهنة في بيت ساحور والأبناء رعايتنا والمؤسسات المزكية في بيت ساحور الذين قاموا بدور بطولي في الكثير من الحكمة والرصانة في معالجة هذه الحالة الغير مسبوقة التي شهدتها المدينة مساء يوم أمس. وكما نوجه شكرنا إلى كافة الشخصيات الوطنية والاعتبارية في بيت ساحور وخارجها، أولئك الذين تدعوا من أجل المساعدة في حل هذه الإشكالية ومحاصرة تداعياتها
ونحيي مجددا اهل بيت سحور كلهم مسيحيين ومسلمين لانهم وقفوا في خندق واحد دفاعا عن كنيسه الاباء والاجداد باعتبار انه انتهاك حرمته ومساس ببيت سحور كله بكافه سكانه ومؤسسته وهيئته ودور العباده فيها. فيديوهات توثق رشق كنيسه الاباء والاجداد بفلسطين بالحجاره ريتشارد حوش الاعتداء على حرمة الكنيسة عمل إجرامي. استنكر مواطن فلسطيني يدعى ريتشارد حوش اعتداء شباب من فلسطين على كنيسة الآباء والأجداد للروم الأرثوذكس في بيت سحور حيث رشقوها بالحجارة ونشر الحوش عبر حسابه على الفيسبوك فيديوهات توثق الحادث وكتب اعتداء همجي إجرامي على كنيسة الآباء والأجداد للروم الأرثوذكس في مدينة بيت سحور مساء يوم 28/10 وهذا هو العمل الإجرامي. لكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم أمين. لا تنسوا اشتراككم وإعجابكم بهذه القناة قناة الملكة والأمير. كل الشكر والتقدير لكم وربنا يحافظ على مصر ويحافظ على كل الأشياء وإن شاء الله ربنا يجعل مصر يكون فيها الخير دايما ودايما ما يكونش فيه أي حاجة وحشة وربنا يصلح الأمور في فلسطين كما يحدث في كل بلاد العالم. هذه هي محاولة إثارة الفتنة الطائفية ولكن دائما نسعى. سفيرة مصر في رواندا تستقبل البابا سي أودروس الثاني. زار صاحب الغابة البابا سي أودروس بابا متراكم الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس سفيرة مصر في رواندا السيدة رانيا إلينا في مقر السفارة وكشف نيابة الأنبا نيكولا أنطونيو مكرونا طنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث باسم الكنيسة في مصر عن أنه كان برفقة صاحب الغابة إنسترستبروس مطران بروندا ورواندا والمتروبوليت برونيومس مطران كامبلا والأسكوب نيفيتيوس أسكوب نيلي وشرق كينيا والأسكوب أسكوب جينجيا وشرق أوغندا والأسكوب أسكوب كانجا وسط كونغو والأسكوب نكتريوس أسكوب غولو وشمال أوغندا. هذا ما رواضناه إليكم من أخبار ولكن لدينا المزيد والمزيد والمزيد من التضامن تعلن إعفاء المسنين من دفع أجرة المواصلات العامة. أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي إعفاء كل مسن تخطى 70 من العمر من دفع أجرة المواصلات العامة ويعفى كل مسن من دفع أجرة السكك الحديد ومتر الأنفاق. أيضا إعفاء من بلغوا سن 65 بنسبة 50%. وأوضحت وزارة الضمان الاجتماعي أنها تتحمل سداد هذه التكاليف. رحم الله مصر ونطالب الأخت العزيزة وزيرة الضمان الاجتماعي كما وعدت والدة الطفل شنودة بحل المشكلة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي وأتمنى لكم كل الخير والسلام ويا رب دايما تكونوا بأحسن خير وأحسن حال. لا تنسوا اشتراككم في قناتكم قناة الملكة والأمير. شكرا لكم.